ليلة خامسة من أعمال الشغب شهدتها فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة، على الرغم من أن السلطات أعلنت فرض حظر للتجوال الليلي في نحو 20 مدينة بضواحي باريس. أعمال الشغب تلك، وإن تراجعت حدتها، إلا أنها جاءت وسط انتشار أمني مكثف، حيث نزل نحو 45 ألف شرطي إلى الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز الأمن في أكبر ثلاث مدن، وهي باريس وليون ومرسيليا. مرسيليا كانت النقطة الأكثر سخونة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب، وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة. وفي باريس كثفت الشرطة وجودها الأمني في شارع الشانزليزي بعد دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع هناك، بينما قامت المتاجر بتغطية وجهاتها بالألواح لمنع الضرر المحتمل. كما اندلعت صدامات عنيفة في عدد من المدن الأخرى، ومن بينها مونبلييه وستراسبورغ ونيس وليون وران، إلى جانب مونيلسون، والتي شهدت عمليات نهب وحرق للمتاريس. وفي مواجهة اتساع رقعة الاحتجاجات، أعلن الإليزي أن رئيس إيمانويل ماكرون قرر تأجيل زيارته الرسمية إلى ألمانيا، كما توعد ماكرون وعدد من وزرائه بالحزم مع مرتكبي أعمال العنف والمحرضين عليها. يذكر أن الاضطرابات انطلقت من ضواحي باريس إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، لتمتد لاحقاً إلى المدن الكبرى على غرار مارسيليا وليون ونانت وستراسبورغ.